سعداء بلقياكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. نتواجد الان في احد النقاط او المركزين المخصصين لتلقيح المتمدرسين، وعمليه الانطلاق بدات هنا بمدرسه تزنيت. تحضر لتغطي الحدث الذي هو حدث تلقيح المتمدرسين على مستوى المدينه، احداث مركز بتنويه المسيره الخضراء ومركز بتنويه اهليه ارغنه. هذا المركزين سيتم تخصيص مجموعه من الاطقم التي ستساهم في تلقيح التلميذات والتلاميذ التي تتراوح اعمارهم ما بين 12 سنه و 17 سنه. ابقوا معنا، روبورتاج دي تيزيد 24. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تنظيم عملية تلقيح للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 و 17 سنة، المركز ديالنا كما تعرفون ديال تنوية المسيرة الخضراء نشارك تنظيم محكم كما ترون. الحمد لله كان إقبال كثيف ديال الآباء والتلاميذ على هذه عملية التلقيح. الحمد لله النتائج ان شاء الله ستكون مشجعه. ادعو جميع الاباء الى تشجيع التلاميذ على الانخراط في هذه العمليه الحمد لله، من اجل الرجوع بمؤسستنا الى نمط تعليم حضري 100% ان شاء الله. الشكر موصول للسيد المدير الاقليمي وللاطر الاداريه التابعه للمديريه تزنيت المشاركة في هذه العملية، والشكر موصول كذلك للأطر ديال الصحة العمومية. احنا الآن بصدد الاستجابة لنداء صاحب الجلالة والانخراط في الحملة الوطنية لمكافحة كوفيد 19. أنا بدوري كأب وكوالي تلميذ جبت الابن ديالي باش يتلقح، وبالمناسبة أدعو الجميع ديال الآباء والأولياء ديال التلاميذ باش ينخرطوا بفعالية وبإيجابية في هذه الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد. وبالمناسبة نحيي الأطر التربوية والإدارية الثانوية التأهيلية للمسيرة الخضراء بتزنيت على يعني التعاون ديالهم وعلى التنظيم ديالهم، وندعو الاباء والامهات والاولياء انهم يستجبوا لهذه الحمله الوطنيه وينخرطوا فيها بفعاليه. اليوم كنخرطوا في الحمله الوطنيه بالتلقيح في اطار يعني الحمله اللي طلقها جلاله الملك يعني نصره الله من اجل توفير المناعه الجماعيه، والمؤسسات التعليميه حتى هي اليوم بدورها انخرطت اليوم الثاني للعمليه. الحمد لله الامور التنظيميه على احسن ما يرام، وفي احترام تام وكلي للبروتوكول الصحي. والملاحظ انه كاين واحد الاقبال كبير من طرف يعني المواطنين ويعني والتلاميذ اللي وعوا باهميه ديال هذه العمليه، لانه يقدر تمكننا ان شاء الله من الحضور التعليم الحضوري، وهذا هو المبتغى ديالنا في اطار ضمان واحد المناعه الجماعيه. وشكرا. بغيت نقدم واحد الشكر خاص اولا للطاقم يعني الاداري ديال المؤسسه اللي انخرط معنا يعني من خلال العطله الصيفيه، وحنا منخرطين في هذه العمليه للاستعداد، وكنوجه لهم تحيه خاصه. ونشكر ايضا الاخوان ديال المديريه الاقليميه على راسهم المدير الاقليمي اللي شرف على العمليه وعلى التنظيم ديالها وتوفير واحد المجموعه من الظروف الملائمه. وكنشكر ايضا المتدخلين الناس ديال الصحه ايضا اللي تدخلوا معنا يعني في اطار التنسيق يعني عبر جميع العمليات. وكنحيي انه الجميع ايضا الاباء اللي اصلا داخل المركز اللي محترمين الاجراءات الصحيه. ختاما، اقبال كبير شهدته المركزين بمدينه تزنيت، خصوصا تلبيه دعوه المشاركين والذين حضروا لتلقيح ابنائهم من الاسر التي توافدت على هذا المركزين. كان هناك احترام تام للتدابير الاحترازيه واحترام واستجابه تامه لتلقيح ابنائنا وانطلاق موسم دراسي جديد لتحقيق المناعه الجماعيه.
عبد العزيز الابيض، رشيد الحيان، تيزنيت.